الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير النادي الأهلي. النهاردة معانا تتوالى الصفقات زي ما بنقول، والحمد لله الدنيا اشتغلت، خلاص السيزون الجديد بيبدأ، فعندنا صفقات كتيرة. يعني تعاقدنا مع المدير الفني السويدي قريبا لفريق كرة اليد، النهاردة بتعاقد مع محترفة جديدة من أمريكا، محترفة أمريكية لكرة السلة سيدات، شاكيل نال، دي لعيبة السلة الجديدة. كابتن رفعت عبد القادر أعلن، مدير النشاط الرياضي أعلن بالتعاقد معها لمدة عام، بعد ما كان عندنا المحترفة ماريا كينج في السيزون اللي فات. وقفنا هذا التعاقد، وقفلنا التعاقد وفتحنا تعاقد جديد، وكابتن علي هاشم من المدير الفني لكرة السلة سيدات فعلا شاف محترفات كتيرة تعرض عليه كتير، بس هو اختار شاكيل نال اللي كان عندها عروض كتيرة من أندية أوروبية زي اليونان وفي هومنتن اللبناني وهكذا، ونادي من تونس كان عندها تعاقد كثير، لكن اختارت النادي الأهلي، والنادي الأهلي اختارها، وإن شاء الله تكون صفقة بإذن الله تزيد وتروح مع فريق كرة السلة سيدات إلى البطولات ولا تتويج إن شاء الله في المرحلة اللي جاية. نروح لرباعي سلة الأهلي في منتخب الناشئين، بيتصدروا المجموعة تحت 16 سنة، منتخب مصر لناشئي كرة السلة للشباب تحت 16 سنة بيتصدر المجموعة الأولى في بطولة أفريقيا بالراس الأخضر. البطولة دي كان مجموعتنا فيها أربع منتخبات، نيجيريا وأنجولا والراس الأخضر والجزائر، والحمد لله قدرنا نكسب الأربع مباريات، وولادنا الحمد لله متألقين هناك، ولاد النادي الأهلي متألقين مع المنتخب المصري هناك في كرة السلة. مؤمن طارق خيري ما شاء الله عليه فعلا، ولا أحلى ولا أروع من كده، وكل الناس هناك يعني بتشيد بيه بأدائه جدا، بأدائه في 3 بوينت وكل الماتشات فعلا بيؤدي أداء جيد جدا جدا جدا، ومعاه علي وحيد، محمد وليد عبد المحسن، وكريم وليد أبو سريع. هنروح لآخر خبر معانا النهاردة بخصوص سيدات الطايرة و منتخب مصر ايضا للسيدات، بيلعبوا في بطوله افريقيا دلوقتي في صاله 6 اكتوبر، واحنا بنلعب المغرب في بطوله افريقيا دلوقتي حالا، ولسه كسبان يعني ماتش ماشي مع فريق منتخب المغرب 2-1، لكن هي بطوله مؤهله الى بطوله العالم، بصاله بتقام في صاله 6 اكتوبر اللي جنبنا على طول. المنتخب بيضم 9 لاعبات من النادي الاهلي، وهم نهله سامح، ايه الشامي، شروق فؤاد، وفريد العسقلاني، ومريم متولي، ومايا ممدوح، رحمه المهندس، وساره امين، ومريم مصطفى، ما شاء الله عليه 9 لاعبات من النادي الاهلي. ويخوض كمان الجهاز الفني والفريق كابتن نور عطية، من هو في الإطار الفني المدير الفني لمنتخب سيدات مصر، كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله بالفوز، لأن المباراة خلاص يعني عدوا المجموعة الأولى وعندهم مباراة مهمة يوم السبت بإذن الله في الدور قبل النهائي، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المرحلة اللي جاية. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل ضيوفنا، نجومنا في السباحة عندنا في النادي الأهلي نجوم وأبطال كبار محققين إنجازات ولسه عندهم طموحات وإنجازات كثيرة في المرحلة اللي جاية، خصوصا إن احنا داخلين على بطولة العالم وبعديها على طول البطولة الأفريقية. يلا بينا نروح لفاصل وترجعوا لنا مرة ثانية.